خرج سيدنا سليمان عليه السلام الى البحر وجلس على الشاطئ فراى نمله تحمل حبه قمح تذهب بها نحو البحر فجعل سليمان ينظر حتى بلغت ماء البحر فاذا الضفدعه قد اخرجت راسها من الماء وفتحت فاها فدخلت النمله وغاصت الضفدعه في البحر ساعات طويله وظل سليمان جالسا يفكر في ذلك متعجبا من امر هذه النمله وهذا الضفدع وما زال سليمان يتفكر في الامر ودعاها سيدنا سليمان ليسالها ما شانها واين كانت فقالت النمله يا نبي الله ان في قعر البحر الذي تراه صخره مجوفه بها دوده عمياء وقد خلقها الله هناك فلا تقدر ان تخرج لطلب معايشها وقد وكلني الله برزقها فانا احمل رزقها وقد سخر الله تعالى هذه الضفدعه لتحملني فلا يضرني الماء فقال سليمان عليه السلام وهل سمعت لها من تسبيحه قالت نعم انها تقول يا من لا تنساني في جوف هذه الصخره تحت هذه اللجه برزقك لا تنس عبادك المؤمنين برحمتك تعددت معجزاتك وزادت الافتراءات عليك يا نبي الله لابد ان تكون لنا خطه بديله فخطتنا بإثارة الشبهات حول سليمان لم تنفع نقول إنه تقاتل مع إخوته للفوز بالعرش نقص رواية أبشالوم بن داود الذي سلك طريق الأشرار وحاول أن يأخذ الملك من أبيه وإنه أحق بالملك من سليمان يا هشان المعروف أن أبشالوم كان شريراً وانه مات بعد ان اعلن الحرب على ابيه داود وهذه امور سيشكك فيها الناس لا عندي فكره اقوى فما هي يا قيساء نجمع اموالنا ونقيم كيانا ماديا قويا نجذب به البسطاء نحونا هيا فلنجمع اموالنا ونقوي تجارتنا ادفع عمري لاسقاط سليمان من عرشه هذه الخطه محكمه ولن تخيب هذه المره كهرمانه هل حدثك الصاف في شيء لا يا ساجيه لم يحدثني لعل الله يشرح صدره لك يا حبيبتي اللهم اختر لي وله الخير. آمين. من الطارق؟ لا أعرف. من بالباب؟ أنا من أعطيتك الذهب والفضة لتتوقفي عن اتباعك لسليمان. من أنت؟ ومن الذي بعثك إلي؟ بنو إسرائيل. إسرائيل كلها أصبحت ضد سليمان الساحر المزواج. بل أنتم الكاذبون، أنتم المحرضون على اتباع الهوى والضلال. إذاً أنتم لا تريدون الذهب والمال. لا نريد منك شيئًا. لماذا البكاء يا ساجية؟ هُوشان <applause> هو الذي هو حرض الناس على نبي الله. هُوشان؟ اللهم اهد قلبه يا رب العالمين هوني عليك يا اختاه هوني عليك يا قوم يا قوم هل يستطيع احدكم ان يجيب عن سؤالنا لماذا يتزوج سليمان كل هؤلاء النساء لماذا انه حب الدنيا وحب الشهوات وحب الطرف والبذخ البعض منا قد لا يجد امراه واحده يتزوجها فكيف لسليمان كل هذا كيف الله الله الذي من على نبيه سليمان بتسخير الانس والجن والريح والطير اراد ان يمن عليه بفضل بزواجه بكل تلك النساء وكم عددهن يا ترى الله اعلم ولكن فضل الله يؤتيه من يشاء يريدون ان يقضوا على نبي الله سليمان ماذا فعل لكم هذا النبي الملك الذي رفع الله به بني اسرائيل لا ادري ماذا يريدون من نبي الله سليمان متى ستصبح ملكا لسبا يا عروه لقد مللنا من بلقيس وحاشيتها الغبيه قريبا قريبا يا بلقيس قريبا ساتوج ملكا على عرش سبا وكان سليمان عليه السلام اذا جلس على كرسيه جاءت الجن والانس والشياطين فاصطفوا حوله على كراسي معده لهم وظل سليمان يدعو ربه رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لاحد من بعدي اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما امطرت السماء منذ بنيتها نعم لقد ابتلى الله عز وجل نبيه سليمان حتى يعرف ان الله هو القوي المدبر لكل امر فيقول المفسرون في هذه الايه اما ان الله تعالى اجلس شيطانا على كرسيه يدير الامور وسليمان عاجز وقتها مسلوب القوه واما ان سليمان كان مسلوب القوه يجلس على الكرسي سواء كان هذا او ذاك فلقد مر سليمان بهذه المحنه ليعلم الجميع ان الله هو الذي يملك كل شيء بعدها رجع سليمان لملكه اقوى بعد ان استغفر وحمد وشكر فلقد وصل ايمان سليمان لحق اليقين يقولون ان النبي سليمان سيخوض حربا عظيمه ضد ملك البحر نبي الله سليمان في حياته الكثير من العبر والاختبارات فلقد اختبره ربه كما اختبر غيره من الانبياء ودارت رحى الحرب بين الفريقين وكانت معركه كبيره وحاصر سليمان وجنوده جنود غولان وهزمهم وفر جنود غولان من المعركه وفر شركيس ولده ايضا ثم قتله احد جنود سليمان وقتلوا الساحر الضال والقى جنود غولان اسلحتهم اسمعتم الخبر الاكبر سليمان <applause> لقد هزم سليمان ماذا تقول هزم سليمان <applause> نعم وسيعود الجيش مقهورا ذليلا وتنتهي أسطورة سليمان <applause> علينا أن ننشر هذا الخبر بين الناس لقد انتهى هذا الساحر سليمان إلى الأبد سأعد نفسي لأحكم بني إسرائيل. ولكن من أتاك بهذا الخبر يا هشان؟ لي رجال أدفع لهم من مالي ليأتوني بأخبار سليمان هل هزم جيش نبي الله سليمان كيف كيف وهو النبي التقي الورع كيف هزمت يا نبي الله وانت على الحق كيف كيف عاد سليمان منتصرا عاد بالغنائم الحمد لله الحمد لله الحمد لله الله اكبر اللهم صل عليهم صلاه دائمه مستمره الدوام على مر الليالي والايام متصله الدوام لا انقضاء لها ولا انصرام على مر الليالي والايام عدد كل وابل وطل ملك سليمان الذي اذهل الكون كله نبوه سليمان التي اهتدت بهديها امم وبلاد خلق سليمان الذي اثر في اعدائه قبل اتباعه من طيبته ولين حديثه وبساطه خطابه وكل هذا من عطاء الله تعالى واليوم حديثنا عن خاتم سليمان عليه السلام فالبعض يروي ان سليمان دخل الخلاء وترك هذا الخاتم مع زوجته فتمثل لها الشيطان في صوره سيدنا سليمان فاخذ هذا الخاتم وعندما خرج سيدنا سليمان قال لها اين الخاتم قالت اعطيته لسليمان فقال لها انا سليمان فقالت له انك كاذب والقى الشيطان الخاتم في البحر وخرج سليمان من القصر ضعيفا فقيرا حتى وجد خاتمه في سمكه كان ياكلها فاخذ الخاتم وعاد الى القصر هذا الذي بينكم ليس بسليمان، فلقد تمثل الشيطان به. هيا يا بني إسرائيل، ادخلوا هذا القصر، لنخرج منه الشيطان، فلقد تخلصنا من سليمان يا بني إسرائيل. ما كان للشيطان أن يعني يتمثل بنبي الله سليمان عليه السلام، وما أدراك يا ألصاف. هل تعلم الغيب؟ وهل تعلم انت الغيب فكيف تمكن النبي سليمان من تسخير الجن والشياطين ثم تمكن الشيطان من سليمان ما يقوله الصاف هو الحق فلقد وهب الله سليمان ملكا لا ينبغي لاحد من بعده لكم عندي مفاجاه كبرى ستغنيكم عن سليمان كهرمانه ماذا يا اخي الصاف لم اكن اعرف انك بكل هذه الشجاعه في المواجهه لم افعل شيئا غير انني دافعت بالحق عن نبي الله سليمان كان بامكانك الصمت مثلما صمتوا واذا صمت ولم اتكلم انا ولا غيري اذا لاصبح هشان على الحق وضاع الدين سعيد انني قابلتك اليوم وتعرفت على حقيقه شخصيتك اشكرك اراك على خير وعليكم السلام فلقد دافع الله عنك يا نبي الله سليمان ها ما بك يا هوشان ماذا اصابك يا زوجي سليمان سليمان لا استطيع الانتصار عليه حتى الان ولماذا يا هشان ترهق نفسك بالعمل على هزيمته؟ لأنني أحق منه بكل هذا ولماذا أنت الأحق منه؟ لقد أخذ أبوه داود النبوة وأخذ سليمان الملك ونحن نشاهد ونصفق لهما اهتم بأمرك يا هشان اهتم بتجارتك اهتم ببيتك. بيتي؟ بيتي الذي ليس فيه ولد يسعد قلبي، ويحمل اسمي من بعدي. دعيني، دعيني، دعيني أنام أو أو أشرب كي أنسى. وكان سليمان يامر جنوده فتنفذ اوامره في الحال فكان يامر الهدهد ان يبحث عن موارد الماء افاض الله على سيدنا سليمان من نعمه واعطاه ملكا لا ينبغي لاحد من بعده عليك سلام الله يا سيدي سليمان ساجيه يا ساجيه أه اسمحي لي بالانصراف يا ساجيه اسمعي انا لا احب هذه المراه لا احبها فهي من اتباع سليمان وقلت لك اكثر من مره لا اريد ان اراها هنا في بيتي ها ساعد لك الطعام انت ستكون وزيرا للزراعه وانت للتجاره وانت للصناعه اريد ان تصبح المملكه متقدمه على كل البلاد المحيطه خصوصا الحبشه اخشى عليك من قياده المملكه يا عروه لقد تركها الملك ضعيفه متهاويه ماذا قلت هذا مستحيل اللهم اغفر لي، اللهم اغفر لي، اللهم اغفر لي، اللهم احفظ نبيك سليمان من كيد الكائدين. الحمد لله، الحمد لله الذي هدانا لهذا. كم أنا سعيدة يا كهرمانة. انمن الله علي وجئت الى هنا لاتعبد عسى الله ان يجعل لي مخرجا فلا اغادر المحراب ابدا اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد عدد قطر الامطار وصل عليه عدد اوراق الاشجار وصل عليه عدد دواب القفار والانهار وصل عليه عدد مياه البحار الكون كله احبك يا سليمان الكل اعترف بفضلك على بني اسرائيل وكيف توسع ملكها في الارض الكل تمنى ان تحيا طويلا الا من قله كرهت الحق وكرهتك وتتوالى المعجزات على يد سليمان الحكيم وتتوالى معها الحروب والشائعات حوله لقد اسال الله لسليمان النحاس فصار يجري كالماء سبحان الله وبحمده ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء <applause> لقد انهزم سليمان في البحر وغرق وانتهى عصره انتهى عصر هذا الكاذب وأتى عصر أهل الخير والحق هذا هشام الصادق هزم سليمان وجيشه كيف؟ كذب وافتراء لقد غرقت سفنه في البحر وهزم الجيش لقد زينت العرش يا مولاي ساظل هنا طوال عمري فوق هذا العرش ولسوف يحكم ابنائي من بعدي ولن اسمح لبلقيس ان تعود الى القصر مره اخرى مولاي انت ملك هذه البلاد وحاكمها الاعظم نعم نعم ولكن لا بد من إلقاء القبض على بلقيس هنيئا لك, لك بالملك, بالملك يا مولانا الملك ما أصعب أن تحب امرأة زوجها الذي يخالفها في عقيدتها ودينها هوشان صامت دائما، يخفي عني أشياء كثيرة. هوشان، هوني عليك يا أختاه، هوني عليك. آه، ما زال عندي أمل يا كهرمانة، ما زال عندي أمل أن يعود إلى رجده ألم أقل لكم إن الحرب ضد سليمان فاشلة؟ الناس تحب سليمان. وتهتدي بكلامه لقد انهزمنا هزمنا سليمان وصلتنا اخبار ان عمرا اخا بلقيس ما زال حيا واسيرا لدى الاحباش ماذا آه. لابد من التخلص منه لابد ان نقتلع هذه الاسره من جذورها حتى انفرد انا بالحكم هيا اجمعوا لي اموالا كثيره تكفي لشراء كل هذه الضمائر من هذا الذي أنقذك؟ ولماذا؟ مع من أنت يا هشان؟ وضد من؟ تائه أنت؟ حائر أنت؟ تكلم، تكلم يا هشان. أتكلم؟ ماذا أقول يا ساجية؟ أنا لا أعرف أي شيء لأقوله، لا أعرف أي شيء. غير ان سليمان لابد ان يترك الحكم والملك لا فائده لا فائده اني ذاهبه الى السوق هل تريد مني شيئا سليمان انه عدوي الذي لا اعرف كيف اقهره لقد حول سليمان حياه بني اسرائيل الى جنه وقدم نموذجا عمليا بان الاخلاق تبني الامم لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير اللهم اهد قلب زوجي هشان اللهم صل على سيدنا محمد ما اتصلت العيون بالنظر وتزخرفت الارضون بالمطر وحج حاج واعتمر ولبى ونحر وطاف بالبيت العتيق وقبل الحجر وهكذا انتصر سليمان على غولان وحرر البحر من ظلمه وجبروته وهذه لمحات من معجزاته مع الجن والشياطين ان لنا اليوم مهمه عظيمه قد كلفنا بها الملكُ سليمان. حسناً، ما هي هذه المهمة؟ بالتأكيد هي مهمةٌ شاقة. علينا أن نخوضَ في هذه الجبال، لنخرجَ منها الحُليَّ والذهبَ والياقوت. ثمَّ ماذا بعدَ ذلكَ يا أخي الشيطان؟ سوفَ أقولُ لك. هيّا بنا. هيّا. <applause> <صفيق> لقد مللت هذا العمل الشاق يا اخي الشيطان اصمت اصمت والا عاقبك سليمان كل يوم عمل شاق عمل شاق مره في البحار ومره في الجبال معكăm... هل امتلا جوالك باللؤلؤ والياقوت هيا حتى يمتلئ عن اخره لقد امتلا ولكنني مللت هذه الاعمال الشاقه وساعصي اوامر سليمان ارى ان عقابك من الملك سليمان سيكون رادعا منذ ان سخرنا الله ونحن نعامل كالعبيد ننفذ اوامره ولا نستطيع معصيته ابدا ولكنني ولكنني ساتمرد عليه لا 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 انصحك بهذا فنحن مسخرون لسليمان طوال حياته اعرفت كيف يكون عقاب سليمان للشيطان العاصي لامره لا قل لي اتذكر يوم ان اضاع احد الشياطين لؤلؤه كبيره تذكر حديثه مع سليمان الملك وسأل سليمان عليه السلام الشيطان عن ذنبه: لقد أخذت لؤلؤة كبيرة، خرجت بها من البحر، ولم أودعها بخزائن القصر. فسأله سليمان عليه السلام: أين خبأتها أيها العفريت؟ سأروي لك ما حدث يا ملك سليمان. لقد غصت مع الغائصين وأخرجت لؤلؤة بحجم رأس إنسان وظننت أنني بهذه اللؤلؤة سأحظى برضاك طوال حياتي وفي طريق عودتي انقض علي مارد جبار خطفها مني واختفى بين طيات السماء ولم أستطع اللحاق به فقال له سليمان عليه السلام ان كان حقا ما تقول ساعرض عليك الجن لتخرجه من بينهم لو كان هذا الجن ممن تسخرهم ما استطاع ان يهزمني فامر سليمان بحبسه لا يا سيدي سليمان لا 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 حتى تبين له أنه صادق فأخرجه يا إلهي ما هذه القوة إن لسليمان لقوة وسطوة علينا ويجب أن ننفذ أوامره من يعصي سليمان سينال عقاب الحبس في القاروره الزجاجيه مدى الحياه لا لا استطيع ذلك فان حريتي اهم حتى لو كان العيش في شقاء متى نتخلص من هذا الذل وهذه المهانه ليس قبل ان يموت سليمان ومتى يموت سليمان لا اعرف ولكنه اضاع هيبه مملكه الشياطين ومن يتكلم ينال عقابا اليما انه سليمان سليمان هوشان الى اين انت ذاهب ساسافر في تجارتي لعلي انسى ما انا فيه من هموم تتركني هنا وحيده يا زوجي العزيز هشان ما رايك ان تتزوج بامراه اخرى ماذا اتزوج نعم تتزوج كي تنجب طفلا يعطي طعما لحياتك ساجيه انا احبك حبا شديدا ولا اتخيل حياتي بدونك ولكني لست سببا في سعادتك يا هوشان ولست سببا في تعاستي ايضا يا زوجتي الطيبه هوني عليك الى اين انت ذاهب يا هشام ساسافر في تجارتي يا بنيامين عندما اعود نتدبر امورنا مع سليمان سافر سافر يا اخي ولا تقلق فانت وزوجتك امانه في عنقي اعرف هذا يا بنيامين قل لي ماذا فعلتم بالذهب والجواهر ها؟ الجواهر؟ سافر يا أخي وعندما تعود نتحدث